المهم بالنسبة للإخوة اللي عندهم هذه القضية هذه في التصميم ديال الشقة ديالهم أو في المنزل ديالهم، نحاولوا ما أمكن نديروا واحد لا سيباراسيون في الباب ديال الصالون كما كتشوفوا معايا هنايا في الصورة، وفي الظهر ديال هاد لا سيباراسيون يكون تما واحد الموبل ديال الأحذية. يعني كيكون هاد لا سيباراسيون عنده جوج أدوار، يعني كيفصلنا أولا كيعزلنا وكيعطي واحد شوية ديال الخصوصية لهداك الصالون، وفي نفس الوقت كيكون يعني واحد المكان اللي كنقدروا نجمعوا فيه الصبابط ديالنا. السلام عليكم، كيف الأحوال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتعرفوا كاملين بأن المدخل ديال المنزل ديالنا كيتعتبر هو واحد الواجهة رئيسية، لهذا كتكون عنده واحد الأهمية أكبر من غيره من ناحية ديال الشكل ومن ناحية ديال الديكور. هو كيعطي لكل ضيف الانطباع الأول على الذوق ديال صاحب البيت، لهذا في هذا الفيديو غادي نحاول ما أمكن نعطيكم مجموعة من الأفكار اللي هي أفكار رائعة غادي تساعدكم بزاف بزاف في تصميم وتأتيت والتزيين ديال المدخل ديال المنزل ديالكم. وأول حاجة غادي نبدأ لكم بها، وكما كنصحكم دائما حاولوا ما أمكن وخصوصا بالنسبة للناس اللي كيبنيو المنازل ديالهم أنهم ما يتشطروش على المساحة اللي غادي يخليوها المدخل أو للكلوار ديال المنزل ديالهم، على حساب انهم يوسعوا اماكن وحده اخرى، لان حتى هذاك الاتساع اللي غادي نخليوه في هذاك الكولوار عنده واحد الدور كبير في الجماليه ديال المنزل ديالنا، وايضا في الراحه النفسيه. يعني المنزل ملي كتدخل الدخله الاولى كتكون واحد الدخله اللي هي واسعه ومريحه وعاجبك، يعني اوتوماتيكمون كتحس بواحد الراحه نفسيه في هذاك المنزل. ودابا غادي نشارك معكم المدخل ديال المنزل ديالي اللي ديجا شفتوه في الفيديوهات السابقه، ولكن غير غادي نزيد ناكد لكم على العبار اللي خليت فيه. كما كتشوفوا معايا انا المساحه ديال المنزل ديالي راه ماشي كبيره، يعني فيها 84 متر مربع، ورغم ذلك خليت هذه المساحة هذه كاملة في الدخلة ديال المنزل، بحكم أن عندي واجهة وحدة، يعني هاد السرجم اللي كتشوفوا معايا دابا هو اللي عندي في هاد الطبق الأرضي، يعني خليت هاد ليسباس قدامه كله مفتوح باش هاداك السرجم نستافد من الإضاءة ديالو حتى لداخل، يعني هاداك الإضاءة ديالو كتوصل لي حتى الكوزينة اللي لداخل، وفي نفس الوقت يعني ملي كتدخل مع الدخلة ديال الباب كيبان لك بأن هاد المنزل راه المساحة ديالو كبيرة، ويعني كيعطيك هاداك الإحساس بالاتساع. وبالنسبة للقياس ديالو عندي فيه 4 على 4.5. وهاد النصيحة كانت بالنسبة للإخوة اللي كيبنيو المنازل ديالهم، أما بالنسبة للإخوان اللي كيشريو شقق واجدة ما تخافوش، حتى نتوما غادي نعطيكم مجموعة من الأفكار اللي هي رائعة في هذا الفيديو غير كملوه إلى الآخر. هاد الأفكار غادي تساعدكم تبينوا هذاك الكولوار ديالكم، وخا يكون غير صغير يبان أنه كبير ويعطيكم الإحساس بالاتساع. ودابا من بعد ما صممنا المنزل ديالنا ودرنا المدخل ديالو بالشكل اللي بغينا، غادي نوصلوا للمرحلة ديال الصباغة. بالنسبه للصباغه راه دائما كنقول لكم حاولوا ما امكن في المدخل ديالكم ديروا الالوان اللي هي محايده، مثل الابيض، مثل البيج، الالوان الترابيه، الرمادي بمختلف ديغراداسيون ديالو. هاد الالوان هادي ما كتطلع لكش في الراس وكتبقى دائما عجبك، وفي نفس الوقت كتعطيك هذاك الاحساس بالاتساع في المدخل ديال المنزل ديالك. ايضا بالنسبه للاخوه اللي عندهم المشكل ديال البروده في الدخله ديال الدار، تقدروا ديروا تحجرت كما سبق لي شاركت معكم، وايضا تقدروا ديروا حتى واحد النوع ديال الزليج كان سبق لي شاركته معكم في احدى الجولات. هذا النوع ديال الزليج تقريبا الثمن ديالو بين 240 درهم حتى 280 درهم، كيكون على شكل تحجرت وتا هو كيجي مزيون في المداخل ديال المنازل. كما كنقدروا نديروا في المداخل ديالنا دي بانو ديكوراتيف بالصباغه، كما كتشوفوا معايا هاد لي بانو اللي كيخدم المعلم السي محجوب تبارك الله عليه. وكما درت انا في المنزل ديالي، انا درت واحد الحائط بالصباغه الرخاميه. تقدروا ديروا هاد الصباغه ديال البينتو كما كتشوفوا معايا على شكل ارتيزانه، كاينين بزاف بزاف ديال الديكورات تقدروا ديروهم في حيط واحد باش ما يجيكمش هذاك المدخل مشارجي، يعني باقي الجدران ديروهم سامبل وحيط واحد ديروه بحال واحد اللوحه او واحد البانو ديكوراتيف. وايضا تقدروا ديروا احد الجدران ديال المداخل ديال المنزل ديالكم بلابياج، وهاد لابياج كما كتعرفوا كاملين تقدروا ديروه بالخشب، ايضا تقدروا ديروه بديل الخشب وبديل الرخام بي في سي، رغم ان هاد المواد هادي شبه ما كايناش في المغرب، الشركه اللي كانت في كازا كديرها ما بقاش عندها هاد البروديو، ما بقاتش كتدخلو، وعيت ما نسول عليه ما لقيتوش. وايضا تقدروا ديروا هاد لابياج بالمرايا، وبالنسبه لهاد المرايا راه عندها دور مهم انها كتعطينا الاتساع، وخصوصا بالنسبه للاخوان اللي عندهم الكلوارات او المداخل ضيقه. وايضا تقدروا ديروا بابي بان. ودابا من بعد ما خدينا واحد الفكره على انواع الصباغه اللي نقدروا نستعملوا، غادي ندوزوا النقطة ديال القبص ديال المداخل ديال المنزل. حاولوا ما امكن الاخوان ديروا اشكال
ديال القبص اللي تكون بسيطه، ما تشارجيوش، ما ديروش قوه الاشكال الهندسيه. كما كتشوفوا معايا هنايا في الصور، اشكال بسيطه كتعطي واحد المنظر اللي هو مزيون بزاف. تقدروا تخدموه سامبل وتخدموه غير بالجوان كرو في الجناب، وكيعطي واحد الديكور مزيان بزاف. ودابا غادي ندوزو للنقطة ديال الإضاءة. بالنسبة للإضاءة ديال المداخل، إذا كان عندنا واحد السقف اللي هو عالي، يعني فايت 3.30 متر 3.40 متر فما أكثر، حاولوا ما أمكن ديروا هذيك التريات اللي كتكون نازلة لتحت هابطة. أما إذا كان عندنا السقف ما عاليش، حاولوا تإيفيتيو التريات بصفة نهائية، وحاولوا هذاك الإضاءة تعتمدوا غير على لي سبوت اللي كيكون دايز في القبص، وأيضا على الليد حتى هو كيعطي واحد الإضاءة مزيونة في المداخل ديال المنازل، وأيضا على الإضاءة الجدارية، يعني هذاك لي زابليك اللي كيكونوا معلقين في الجدار حتى هما كيعطيو واحد لي غوفلي اللي مزيون بزاف في المدخل ديال المنزل. وأيضا إذا درنا شي ديكور في المدخل ديال المنزل ديالنا، إما بتحجرت واما بصباغه ديكور، حاولوا ما امكن هذيك الاضاءه تكون عندنا واحد الاضاءه اللي موجهه على هذاك البانو، حيت كيكون عندنا هذاك الحائط هو اللي مخدوم بهذا الديكور، نوجهوا عليه الاضاءه كيعطي واحد المنظر اللي هو مزيون بزاف. وبالنسبه للون ديال الاضاءه اللي نقدروا نديرو في المدخل المنزل ديالنا، من الاحسن نديرو هذاك اللون الاصفر، ما ديروش اللون الابيض، لان المدخل ما غاديش نحتاجوه للعمل، يعني بحال الكوزينه والحمام اللي كنقول لكم ديروا فيها اللون الابيض. والنصيحه اللي غادي نقدم للاخوان اللي كيشريو شقق جاهزه وكيلقاو فيها المداخل والممرات ديال الشقه ديالهم ضيقه وما كيعرفوش يتعاملوا معاها، اول نصيحه هي حاولوا ما امكن هذيك المداخل تصبغوها بلون مفتوح باش يعطيكم الاحساس بالاتساع. ثاني حاجه ديروا لابياج بالمرايا بطبيعه الحال في حائط واحد ماشي في الجدران بجوج. ثالث حاجه حاولوا ما امكن ما تستعملوش التحجرت، لان كاينين الاخوه اللي كيلقاو عندهم المدخل ضيق بزاف وكيمشيو يديروا التحجرت في هذاك الحائط، وهذاك التحجرت نتوما كتعرفوه راه كيكون السمك ديالو شويه خارج، يعني كياكل لكم كيزيد ياكل لكم من المساحه. وحتى بالنسبه للاخوه اللي غادي يقولوا لي الحائط اللي عندنا ما كتفتحش فيه الباب واللي بامكاننا نديروا به لابياج ديال المرايا، هذاك الحائط بغينا نستغلوه نديروا فيه مبل ديال الصبابط، وايضا بغينا نديروا فيه لي لام هكا ديال الخشب، يعني عجبهم الديكور ديال الخشب. غادي نقول لكم بامكانكم ديروا هذه الاشياء كامله، يعني ديروا لي لام ديال الخشب من هنا ومن هنا، والوسط ديروا لابياج ديال المرايا، وديروا واحد المبل اللي يكون سيسبوندي بطبيعه الحال معلق باش كيزيد يعطيكم هذاك الاحساس ديال الاتساع. ودابا غادي ندوزو لنقطه واحده اخرى، وهي تاتيت المدخل ديال المنزل ديالنا. وهاد الافكار اللي غادي نعطيكم صالحه للمنازل المستقله، يعني المداخل ديال المنازل المستقله، وايضا حسب بالنسبه للمداخل ديال الشقق. وبالنسبة للإخوان اللي عندهم المساحة ديال المدخل ديال المنزل ديالهم كبيرة أكثر من 3 متر، كما شاركت معكم المدخل ديال المنزل ديالي، تقدروا أثناء العملية ديال التأتيت ديروا تما واحد الكليسة اللي تكون صغيرة، يعني غير بجوج كريسيات وشي طبيلة، المهم شي حاجة تكون مأنتكة وشي ديكور يكون مزيون كما كنفكر ندير أنا. المهم أنا غنتشاور معكم في هاد النقطة، وانتم قولوا لي واش نحاول ندير شي كليسة تما تجيني في هاد الكوان اللي كتشوفوا معايا تجيني مزيانة، اولا نقتصر فقط على واحد الموبل اولا الكونسوله اللي تكون هنايا كبيره بالمرايه ديالها. المهم بغيت الاجوبه ديالكم في التعاليق، لاني كنثق في الذوق ديالكم كما نتوما كتثقوا فيا. اما بالنسبه للاخوه اللي عندهم المساحه ماشي كبيره بزاف، بطبيعه الحال من الاحسن انكم ما ديروا لا كليسه لا حاجه، لان غضيق لكم وغتجيكم مشارجيه في الدخله ديال المنزل ديالكم. غتحاولوا ما امكن ديروا واحد الكونسوله اللي تكون كبيره، يعني على حسب القياس ديال المدخل، كالمدخل صغير راه كتكون واحد الكونسوله اللي غير صغيره، كالمدخل ضيق بزاف ما كتصلحلوش حتى الكونسوله، كيصلحلو غير الموبل كما قلت لكم يكون سيسبوندي وما يكونش خارج بزاف، هذيك الموبل نقدروا نستغلوه الصبابط، يعني كنتعاملوا حنايا على حسب المساحه اللي عندنا. ايضا كتحاولوا ديروا واحد المرايه اللي تكون كبيره، اولا ديروا واحد لابياج الحائط كامل بلابياج ديال المرايه، وفي الجوانب ديالو ديروا لي لام ديال الخشب، وديروا واحد البلاكار اللي تكون هي لاصقه اولا في وسط هذاك لابياج. المهم كاينه عده ديكورات كما كتشوفوا معايا هنايا في هذه الصور، وكما نقدروا نديروا في هذا المدخل واحد البلاكار كما كتشوفوا معايا هنايا في الصوره، فيها البلاصه فين نديروا الاحذيه ديالنا، فيها البلاصه فين نجلسوا ونلبسوا هذا الحذاء ديالنا، وايضا فيها حتى البلايص فين نعلقوا الكباب ديالنا، نعلقوا السوارز، البلايص فين نعلقوا المدوله. حتى بالنسبه لهذا المبل هذه راه كتجي مزونه بزاف وفي نفس الوقت عمليه.
وايضا بالنسبه للاخوه اللي عندهم المدخل ديال المنزل ديالهم مباشره مع الصالون. وهذه القضيه هذه كنلقاوها بزاف في الشقق. مازال ملي كنكونوا حنايا كنبنيو المنزل ديالنا كنحاولوا هاد التصميم بحال هكا كنتفاداوه، يعني كيكون عندنا الصالون شويه بعيد على المدخل. المهم بالنسبه للاخوه اللي عندهم هذه القضيه هذه في التصميم ديال الشقه ديالهم اولا في المنزل ديالهم، نحاولوا ما امكن نديروا واحد لا سيباراسيون في الباب ديال الصالون كما كتشوفوا معايا هنايا في الصوره، وفي الظهر ديال هاد لا سيباراسيون يكون تما واحد الموبل ديال الاحذيه. يعني كيكون هاد لا سيباراسيون عنده جوج ادوار، يعني كيفصلنا اولا كيعزلنا وكيعطي واحد شويه الخصوصيه لهداك الصالون، وفي نفس الوقت كيكون يعني واحد المكان اللي كنقدروا نجمعوا فيه الصبابط ديالنا. وبما اني كنقول لكم استعملوا الالوان المحايده، استعملوا الالوان الفاتحه، وباش هذاك المكان ما يجيكمش ميت ما فيهش الحياه. غادي نقول لكم عند اختيار لي زاكسيسوار ديال المدخل المنزل ديالكم، حاولوا ما امكن تختاروا فيها الالوان الزاهيه باش تعطينا الحياه من هذاك المكان، وما يجيناش هذاك المكان بارد ما فيهش الدفء. مثلا اذا بغيتوا ديروا لي طابلو في المدخل المنزل ديالكم يكونوا فيهم شي الوان اللي تعطيكم الحياه المكان، وايضا عند اختيار السجاد او الزربيه ديال المدخل المنزل ديالنا اختاروها يكون فيها الوان زاهيه، وعندكم تخليو هذاك المكان او هذاك المدخل بلا زربيه لانكم كتعرفوا الدور ديالها، فهي كتعطينا الدفء المكان وايضا كتخفف لنا من الحركه اثناء المشي. وايضا استعملوا حتى النباتات الخضراء في المدخل ديال المنزل ديالكم، غادي يعطيكم الحياه من هذاك المكان. ودابا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسونيش من اللايك، من التعاليق الجميله ديالكم، بارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. وشكرا لكم بزاف بزاف، ولهلا يخطيكم عليا، وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.